مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناه المحور، برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم الطبيب. انكم مشاهدينا احنا وصلنا خلاص لمرحله ان كل الناس بقى عندها الثقافه، بقى عندها الفكر، بقى عندها المعلومات الكافيه عن عمليات الخاصه بالسمنه او طبعا اللي بتخليهم يتخلصوا من السمنه المفرطه. مشاهدينا يمكن عمليات التكميم والتحويل بتعتبر من العمليات اللي فعلا حققت طفرة في انقاص الوزن وطفرة في عالم جراحات السمنة والسكر. كمان اللي بيعمل عملية عشان يتخلص من السمنة هو مش بيتخلص من السمنة بس، لا هو بيتخلص من أمراض تانية كتير مصاحبة للسمنة زي الضغط، السكر، خشونة الركبة، الألام الخاصة بطبعا العمود الفقري، بيتخلص من كل الأمراض دي وكمان المخاطر الخاصة بيها. كمان النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن كل ما يخص طبعا جراحات التكميم والتحويل، هنعرف طريقة إجراء العملية بتاخد وقت قد إيه، كمان الأدوات والتخدير بيكون إزاي في العمليات دي. يعني كمان يا مروة عايزين نتكلم عن نقطة تانية وهي تحسن مستوى الحياة بعد جراحات السمنة. أكيد طبعا، وإحنا بنشوف ناس كتير جدا بيعانوا من السمنة. النهاردة بنتكلم بقى في نقطة مهمة جدا هي الجودة، ازاي ان احنا نصل للجودة بعد اجراء عملية التحويل المصغر المعدة سواء التحويل او التكميم. طبعا ازاي نوصل كل ده من خلال طبعا الخبرة والمهارة الكبيرة العالية جدا، بجانب طبعا الكلام اللي رنا قالته. النهاردة هنتكلم عن موضوع برضو مهم جدا وهو الادوات المستخدمة والاسرار الخاصة بالطبيب اللي هيكون معانا النهاردة. طبعا احنا طبعا من خلال برنامج الطبيب بنحاول ان احنا مش بس يعني نتكلم وخلاص، بنجيب كمان حالات معانا، بنشوف طبعا حالات قبل اجراء العملية وبعد العملية. طبعا الحياة مش بس بتختلف من الناحية الاجتماعية ولا كمان من الناحية النفسية، كمان يرانا من الناحية الصحية. المريض السمنة بيتخلص تماما من شنطة الأدوية اللي دايما بتبقى لازماه، ولكن بجانب بقى كل هذه التقنيات اللي احنا بنتكلم فيها أو إجراء هذه العمليات لازم يكون معانا خبرة كبيرة جدا جدا وعالية، ونقدر نوصل من خلالها زي ما أنا قلت لجودة ما بعد العملية. خلونا الأول نرحب بضيفي اللي هيجاوب لنا على كل الأسئلة اللي بتدور في أذهان حضراتكم. ضيفنا وضيفكم النهاردة هو القيمة والقامة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر وأيضا عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. منورنا يا دكتور. منورنا. الحمد لله. يمكن من حضرتك يا دكتور من أوائل الأطباء في مصر اللي قمت بعملية التكميم وعملية التحويل المصغر المعدة، ويمكن كمان حضرتك ضفت ليها بعض التعديلات اللي طبعا دي طبعا بتكتر من نسب النجاح عند المريض. حابة أعرف من حضرتك يا دكتور يعني أسرار نجاح عملية التكميم والتحويل، ولكن خلينا نبدأ بالتكميم الأول. هو الحقيقة أنت لفتت نظري بكلمة مهمة جدا، غير الـ 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 العملية باسمها، هي نقطة ازاي نوصل لاعلى مستوى من الجوده في نتائج العمليه. طبعا ال- ال- الكلمه دي يمكن انت قلتيها بطريقه بسيطه وصلت للناس، لكن الحقيقه العالم بينظر لها بنظره النجاح. اكثر تفاصيل واكثر دقه طبعا، لدرجه انه اتعمل سكورنج سيستم، طريقه معياريه بكوستشنير كده بنخلي المريض قبل العمليه وبعد العمليه يجاوب على الأسئلة دي. بمعنى مش كل مريض خس بعملية سمنة هو مريض سعيد وحقق النجاح اللي هو عايزه. هو حقق النتيجة اللي هو كان يتمناها في النزول في الوزن، بس مش هو ده برضه. لكن هل النزول في الوزن ده حقق له ما وراء النزول في الوزن اللي هو النشيط ولا ضعيف ولا هزيل، مشارك اجتماعيا ولا عنده مشكلة بتخليه ينعزل برضو، زي ترهل، زي بيرجع، زي عنده أي حاجة، عنده إسهال مزمن، عنده أي حاجة ممكن تضايقه، المشاركة الاجتماعية، الثقة في النفس، النشاط الاجتماعي، النشاط الوظيفي، الصحة والالتزام بالمواعيد، بيعرف يصحى بدري، بيعرف يروح شغله، بيعرف يؤدي، مفيش كسل، مفيش كسل، مفيش سقوط في الشعر، مفيش كذا. ليه؟ لان هو الهدف مش الاخر ان انا اشيل منه 50 كيلو او اشيل منه 60 كيلو واقول له انا كده عملت اللي عليا وانا الميشن بتاعتي ضن وانت انطلق في الحياة، تبقى حر في صحتك بالظبط. لا، هو الحقيقة الموضوع اكبر من كده. وبالتالي انت دايما عشان تقيسي اللي انت بتعمليه في العمليات صح
لازم تشوفي النتيجة في الآخر حققت التارجت. يعني أي حاجة في الدنيا بتبدأ بتارجت هدف بنحطه وبعدين نحط الطرق اللي توصلنا للتارجت. لو احنا اهتمينا بالطرق ونسينا التارجت بتاعنا ممكن نضل خالص ونوصل لنتيجة تانية خالص. النزول في الوزن لازم يحقق سكور معين. عشان كده احنا من اكتر من 3 سنين قدمنا على شهادة اعتماد دولية اسمها الRCT اللي بيها نقدر نقول احنا مطابقين لكل المواصفات العالمية في اننا ناخد المريض من مشكلته نوصله للتارجت بتاعه، مش ان هو ينزل في الوزن بس، ينزل في الوزن بصحة بسعادة بمشاركة اجتماعية وظيفية حياتية، يتخلص من أمراضه، يتخلص من مشاكله النفسية، أصبح عنصر إيجابي في المجتمع. عايز أقول لحضرتك مدى المعاناة أو مدى التفاصيل الدقيقة اللي عشان ناخد الشهادة دي طلبوها مننا. مش في الكواليفيكيشن بتاع الجراح فقط، ولا شهاداته ولا خبراته ولا طريقة إجراءه للعملية ولا الأدوات ولا التخدير. الموضوع فعلا التفاصيل الدقيقة اللي عمرك لا تتخيليها بيسألوا فيها وبيتحروا عنها، بتشمل الانستيتيوشن المكان اللي انت شغالة فيه طبعا. غرفة التعقيم لازم حاجة جهاز بلازما، تكلفة الجهاز ده مثلا لوحدها 4.5 مليون جنيه، لو مش موجود يبقى ما تاخديش الشهادة. لو التخدير مش بالروكرونيوم اللي هو أحسن تخدير في العالم ما تاخديش الشهادة. لو التيم اللي معاكي مش كواليفايد ويتحسب معاه هو اشتغل كم عملية كأسيستنت كمساعد، يعني معايير كبيرة جدا، والتمريض وخبرته وشهاداته واشتغل كم حالة في هذا المجال، للإقامة جوه الهوسبيتال، لكل التفاصيل، للرعاية ما بعد العملية. هل أنت بتتابع المريض بتاعك كويس؟ هل بتقدر تاخد منه الداتا؟ هل عامل الكوتشينير؟ هل عامل ازاي تعرف تطلع المريض؟ يعني انت المرضى ممكن يجي مش عارف يوصف لك مشكلته. لو احنا مش حاطين له كده اسئله، انت عندك كذا كذا كذا، انت لازم تطلعي منه المعلومه ان هو ممكن ما يبقاش واخد باله انها لها علاقه بالعمليه. فعايز اقول لك مش بس العمليه باجراءها بالتفاصيل الفنيه اثناء اجراء العمليه هو المهم، لا، نتائجها وجودتها، كل التفاصيل الدقيقة من قبل إجراء العملية لمعرفة طبيعة الشخص للعملية لما بعد العملية، في تفاصيل فوق ما تتخيلي كبيرة جدا تخليكي تقولي إحنا حققنا التارجت بتاعنا ووصلنا المريض اللي إحنا عايزينه. بره الأمان زي ما بيقولوا. بالظبط. جميل جدا. خلينا نبدأ بالتكميم. نبدأ بالتكميم. طيب دكتور، يعني التكميم يمكن مروة زي ما قالت لحضرتك من العمليات برضو اللي حققت طفرة وليها نتائج هايلة جدا، ويمكن شفنا النتائج دي في بعض الحالات مع حضرتك، ايه اللي اضفته عليها؟ الحقيقة التكميم عملية تبدو عملية سهلة خالص، يعني لو احنا قسناها على اللي احنا بنقوله، التكميم عملية اسمها قص المعدة الطولي، قص المعدة بالأدوات الحديثة، عملية كلها ما بتاخدش 35 دقيقة 40 دقيقة، الأدوات هي تقريبا بتعمل كل حاجة، لكن هل عملية تكميم لو اتعملت بالطريقة الفلانية زي عملية اتعملت بطريقة أخرى؟ لا طبعا، في تفاصيل فوق ما تتخيلي، أكتر من 100 تفصيلة في العملية الواحدة تفرق. مثلا جزء الانسيزور اللي باين الانجل من تحت ده لو مش واسع، اللي هي الزاويه بتاع المعده، الكيرف، الكيرف اللي موجود في الاخر ده خطا كبير بيقع فيه الجراحين، وان هو يجي في النقطه دي لان المعده عامله كيرف ويضيقه شويه. النقطة دي تسبب ترجيع مستمرة عند المرضى، ويبقى خس بس عنده مشكلة حياتية مش قادر يتعايش معاها، عشان في آخر المعدة المكان اضيق. اضيق بالظبط. والعكس يحصل بعدها، ايه؟ لما المكان اللي تحت يضيق المعدة فوق تتمدد طبعا. لو اتمددت المريض يقدر ياكل كمية، بس المصرف ضيق فمش قادر يصرف الأكل، يبقى بياكل ويرجع وياكل ويرجع، وعشان بياكل ويرجع يبتدي يلجأ لل عصاير والشوكليت فيبتدي يتخن. يعني ده مريض ما عملش اي تارجت من اللي اتعمل، مع انه عمل عمليه تكميم، لكن لما بنراعي التفاصيل الدقيقه، الجزء بتاع الانسيزورا لازم يبقى واسع، الجزء بتاع الفندس اللي هو ممكن يرجع العمليه بعد 2 3 سنين يتخن لازم يتشال، الجزء بتاع الانترم كل الابحاث دلوقتي بتقول انه لازم يتشال لانه بيطلع هرمون بيساعد في ان الحرق يقل. يبقى لو احنا التكميم راعينا فيه الطريقة الصح، اختيار العملية نفسها الصح. طبعا اختيار العملية، لو انا عملت التكميم لمريض او مريضة سويت ايتر،
اعرف انه لازم هيتخن تاني. يعني حضرتك يا دكتور، حضرتك الكلام اللي قلته ده تصحيح للمفاهيم الخاطئه او الاعتقادات الخاطئه اللي عند بعض الناس من خلال العمليه اللي بنتكلم عليها. بالظبط، لان احنا زي ما انت عارفه ممكن نشوف مريض عامل تكميم وعنده مشاكل وما خسش، ومريض عامل تكميم وسعيد ومبسوط، فهو هل الفرق في المريض؟ لا، الفرق في الطريقه، في طريقه او في الاجراءات، مقاييس معينه وتفاصيل معينه. المضاعفات ما بعد العمليه لو احنا التزمنا بالمعايير الدوليه الصح باذن الله ما بيبقاش فيه مضاعفات. الادوات الحديثه لو احنا بنشتغل بالادوات الاصليه الاستخدام الواحد وبنجري العمليه بالطريقه الصح، يبقى احنا تفادينا ان يحصل نزيف، ان يحصل تسريب، ان يحصل مشاكل زي كده. لو احنا استخدمنا التخدير الصح، الروكرونيوم والريفيرس وكل الطرق اللي احنا بيها نقول احنا اخدنا بالاسباب، بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى نبقى ضامنين باذن الله نتيجه مرضيه، مريض حقق اللي هو عايزه من العمليه وبدون مضاعفات، وبأمان وسيولة وببساطة، يبقى فعلا الموضوع يبقى سهل. طيب ده كان عن التكميم. هنروح بقى للعملية، مهمة جدا، يمكن في ناس كتير جدا يا دكتور بيلجأوا لها طبعا، اللي بيعانوا من سكر وهي التحويل المصغر المعدة. حابة أعرف من حضرتك طريقة إجراءها، وعايز أعرف إيه التعديل اللي حضرتك ضفته عليها. التحويل المصغر المعدة عملية بدأت من سنة 97، من أول ما بدأت حتى الآن مر عليها تعديلات كتير وتجارب كتير، واحنا الحمد لله شاركنا فيها باكتر من تعديل، سواء بالتوصيله الجانبيه اللي خلت مفيش ارتجاع في المريء وخلت تصريف السيوله بتاعه العصاره المعويه في اتجاه واحد، وان احنا نحسب طول الامعاء الكلي قبل ما نقول نوصلها على 2 متر زي ما اتوصفت في الاول، ولا لا نخليها 120 سنتي ولا 150 سنتي حسب وزن المريض، وبالتالي نقدر نسال المريض انت عايز تخس قد ايه، عايز وزنك يبقى كام. يبقى يعني من رد المريض تقدر حضرتك تحدد هتقص قد ايه وهتحول قد ايه. طبعا طبعا، لان مش كل المرضى عايز يوصل ل 70 كيلو او 65 كيلو. في ست تقول لك انا لما ببقى 80 كيلو ببقى مبسوط، ببقى كويس 70 كيلو الاقي وشي مش كويس. الصوره يا دكتور انا بتكلم يعني دي ببساطه كده صوره العمليه اللي هي بنعزل جزء من المعده وما بنستأصلوش، وبالتالي دي ميزه عن التكميم، لان الناس بتخاف من فكره الاستئصال. طبعا علميا بالنسبه لنا لا، هي حاجه ما تخوفش الاستئصال، لكن خلينا نقول ان النقطه النفسيه للمريض مهم. المعده هنا حجم واحد اللي هي تقريبا خمس حجم المعده، لا احنا بنقدر نتحكم في حجم المعده حسب وزن المريض، ونقدر نخليه ياكل كتير، ونقدر نحدد له انت العمليه هتخليك تاكل 5-6 مرات في اليوم، وهتاكل وجبه كذا. ده احد التعديلات اللي عملناها اللي هي التوصيله الجانبيه اللي خلت العصاره المعويه والمعدية تنزل في اتجاه واحد لتحت، وده يمنع الارتجاع بتاع المريء، لان كتير من المرضى بيبقى اصلا بياخد ادوية حموضة وكلام من ده لو عملت له تكميم تزود له الارتجاع. هنا التحويل يعالج له المشكلتين، السمنة والسكر ومشاكلهم، الى جانب ارتجاع المريء. النقطة اللي احنا بنقول عليها التيلورينج او تفصيل طول الامعاء على وزن المريض، دي نقطة احنا لما عملناها ناس كتير في الأول قالوا دي خطوة زيادة ملهاش لازمة ما بنحتاجهاش، الآن أصبحت دي ستاندرد في العالم كله. لا يجوز إن احنا نعمل عملية ونوصل على 2 متر زي ما وصفت العملية في الأول، لا شرط أساسي لازم أقيس طول الكل للأمعاء، وده بيبقى واضح في كل العمليات بتاعتنا على السي دي اللي بنصور بيها، إن احنا لازم نعد الأمعاء من نقطة بدايتها لغاية نقطة نهايتها عشان أقدر أقول المريض ده عنده مثلا 4 متر عكس المفروض يبقى 6، فخلي التوصيل على متر ونص ما خلاهاش على 2 متر عشان ما يخس الزيادة، والعكس ممكن ألاقي طول أمعاء 8 متر ريكوردد إن هو وصل 9 متر، يبقى أنا لو عملت له التوصيل على 2 متر بس لا ده مش هيخس كويس خالص، وبالتالي مريض يقول لك أنا عملت تحويل وما خستش او خسيت وبعدين رجعت اتخنت تاني. تبقى المشكله انا في طول الامعاء، هي الدفعات الصغيره. النتائج في الاول ممكن تبقى كلها قريبه من بعضها، لكن اللي بيفرق على المدى البعيد هو العمليه اللي معموله بطريقه سليمه مناسبه لوضع المريض، لان مفيش مريض زي التاني، مفيش حجم معده زي التاني، مفيش طبيعه غذاء زي التاني، مفيش طول امعاء زي التاني، مفيش مريض وزنه كذا وعايز ينزل زي التاني صح. فالمواضيع دي كلها بتختلف، ولازم خبره الجراح
ازاي يعمل التفصيل الصح للمريض انه يحقق هدف ويسمع التاريخ المرض بالزبط. بتاع المريض وطريقه اكله. حق النقطه اللي بنتكلم عليها وهي الكواليتي، احنا بنسميها كواليتي لايف اندكس، يعني مستوى الحياه بعد العمليه. صح. بتسال المريض خسيت؟ خسيت. وصلت الوزن المظبوط؟ وصلت. طيب حاسس بالارهاق؟ لا انا نشيط. وده تشوفي العيانين، احنا لما كنا بنعرض المرضى بنعرضهم ليه؟ ما معروف الحمد لله ان احنا عاملين الاف العيانين في العمليه دي وفي العمليه دي، وكل بيت في مصر وكل بيت في الوطن العربي لينا فيه حد عامل عمليه. طيب. بس احنا بنعرضها عشان الناس تشوف ان ما بعد نزل من 180 كيلو بقى 80 كيلو، بس سعيد، بس نشاط، شعره ما وقعش، ما حصلش مش عارف في الشعر. ايه، مفيش هزلان، معتقده ان التحويل المصغر ده عامل زي تحويل المسار القديم. المريض يعمله يضعف ويبقى كسول وبياخد فيتامينات العمر كله. الكلام ده اختلف تماما، الموضوع بقى غير كده. بقينا نقدر نقول ان شاء الله المريض ده هيبقى كذا كذا كذا، وباذن الله النتيجه اللي احنا عاملينها من الاول بتتحقق. فالمستوى الجوده ده بيحتاج خبره كبيره. يعني دي احد صور للمرضى، بيبين لك مدى الثقه في النفس طبعًا. ومدى اللوك للحياه طبعًا. بتختلف. يعني اكيد ده اجر عمليه ايه بقى؟ طبعا ده اجر عمليه ايه بقى؟ ده تكميم معده بالمنظار، وزي ما انت شايفه فرق شاسع في الثقه في النفس في يعني هو حتى دكتور في الصوره دي بيضحك ارضاء للي بيصوره، هنا هو نفسيا مبسوط يعني حتى لو ما بيضحكش. بالظبط. طبعا هايل جدا يا دكتور. طبعا فرق هنا برضو واضح جدا. يعني المريض ده وهو لو شايفنا دلوقتي قال لي كلمه الحقيقه، واحنا بنساله على الكواليتي لايف اندكس، بنساله انت خسيت كذا، مبسوط كذا، قال لي انا عندي حاجه واحده تكفيني، انا ما كنتش بعرف اسجد وانا بصلي، كنت لازم اقعد على كرسي وميل، لكن طبعًا. ما كنتش بعرف اصلا، لان لو كنت سجدت ما بعرفش اخد نفس. طبعا الحقيقه الكلمه دي مش نسيها عمري. ليه؟ طبعا هو ده كواليتي لايف اندكس، احنا ما كناش عاملين حسابه ان بعد العمليه. بعد العمليه، لان هو قبل العمليه اول ما بيسجد يلاقي نفسه انكرش، فما بيقدرش. فتخيلي انسان محروم من انه يسجد ربنا سبحانه وتعالى بسبب العمل. برضو اللوك والصحة والشباب طبعا وال... طبعا. أي صغر يا دكتور، تحس أنه صغر في السن. لا بالظبط. يعني هو ده اللي بنسميه التحسن في مستوى الحياة. مش التحسن في الوزن فقط، مش نعمل فقط. عملية وخلاص. مش عملية تخسيس. عملية لايف ستايل بعد ربنا سبحانه وتعالى، دي عملية بتعيد حياة الإنسان طبعًا للوضع جديد. السليم طبعًا. اللي هو مشارك صحيا اجتماعيا وظيفيا بكل طاقته، ما عندوش هانديكابينج، ما عندوش حاجه حرمية ان هو يعيش حياته طبيعية بالوجه الامن بشكل طبيعي. تمام. طيب دكتور، نروح لنقطه مهمه وهي الادوات اللي بتستخدم في العمليه، واكيد جوده الادوات واختيار الادوات الاصليه ليه دور برضو في نجاح العمليه. لا شك، دي نقط كلها تولز. احنا لا غنى لينا في جراحات السمنه عن التكنولوجي الحديث، واكيد في بدايه الجراحات كان في ادوات وتحسنت لغايه اخر حاجه في تطور، واحنا لازم نبقى ابديتد. ما ينفعش نقول نشتغل بالادوات اللي كانت موجوده من 20 سنه. طب ما كان في نسبه فيلير او لا قدر الله مشاكل في التوقيت ده بسبب ان الادوات كانت مختلفه. لما تطلع ادوات جديده لازم ناخد بالاسباب، لان في الاخر دي ادوات زي ما اصليه ده حياة شخص بتقول. حياه في المستوى، لكن ما ينفعش ناخد ونقول لا نقلل في الكوست، نقلل في الكواليتي، يبقى خرجنا بره المنظومه. هنقلل ونعرض نفسنا لخطوره. فالادوات وفكره الاستخدام الواحد للعمليه دي مش بدعه. الاصل في الموضوع هو الاستخدام. دي ادوات زي السرنجه كده، زي السرنج، هي بتستخدم مره واحده وتترمي. لا يجوز ان احنا نعيد استخدامها، واللجوء للاستخدام ان احنا نستخدمها من مريض للتاني للتالت بدون تعقيم امثل. دي كرايم الحقيقه، مش حاجه سهله، لانها لا قدر الله ممكن تنقل عدوى من مريض طبعًا. لاخر. الى جانب انها ما بتشتغلش بكفاءه. يعني هي معموله في بلادها انها الفاير بتاعه الجان بتاع الستيبلر تضرب مره واحدة. فانت تيجي تستخدميها مره تانية ممكن ما تضربش، ممكن تقطع معده وما توصلش، ما تعملش التئام، وكده يبقى احنا اخطانا في حق المريض. طبعا.
بجد يا دكتور انت نورتنا النهارده ودايما بتضيف لنا كل جديد، ودايما نقول رائد من رواد جراحات السمنه والسكر والتجميل في مصر وفي الوطن العربي. زي ما انتم شايفين النهارده اتكلمنا عن اجراء عمليه تكميم المعده، وشفنا مع حضراتكم امثله قبل العمليه وبعد العمليه، وكمان اتكلمنا عن اجراء عمليه التحويل المصغر للمعده، وشفنا كمان نتائج قبل وبعد العمليه، وشفنا ازاي النتائج المبهره طبعا بتوصل المريض، وشفنا الجوده ما بعد العمليه. اتكلمنا في كل التفاصيل دي. ضيف اللي كان منورنا النهارده ضيفي وضيفكم كان الاستاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، ورئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معنا، نورتنا وشرفتنا يا دكتور. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، الى ان نراكم على خير في فقرات مميزه من برنامجكم الطبيب في امان الله.